بالنسبه للفيتوريا، عايز برضو يعني اخد الملف ده كله مره واحده. بالنسبه لاتحاد الكوره، ايه اخبار مدرب المنتخب الاولمبي والمدير الفني لاتحاد الكوره؟ يعني لسه لغايه دلوقتي الاتحاد ما اختارش المنصبين دول. اتكلمت النهارده مع مسؤول بارز جدا في اتحاد الكوره، بساله بعض الاستفسارات المهمه جدا عن مصير المدير الفني منتخب الاولمبي، مدير فني الاتحاد، المدرب المساعد. مدرب مساعد لفيتوريا. المدرب المساعد هو راجل مش هيكون اختياره هو، الناس فاهمه غلط. احنا هنستقر على اسم مرشحه وراجل هيقبله. سواء بقى مين محمد طيب شوقي. المرشحين؟ طيب خليني اقول لك وجهات نظر، في اربعه او خمسه مش عايزين كابتن محمد شوقي. في اتحاد الكوره يعني؟ اتحاد الكوره. هقول لك على اسم مثلا عايزه، كابتن حازم امام متبنى جدا فكره وجوده، بس الكابتن حازم مش عايز يعمل خناقه. مش عايز يبان ان هو وان مان شو في قصه الاتحاد، مدير فني والجهاز الفني و فهو في ناس بيقول لك لا، وجهه نظرهم محمد شوقي خد فرصه مرتين، نضخ دم جديد وندي فرصه لناس جديده. تمام تمام؟